يبقى الإنسان يقف مع أنه لدى المسلمين من أهل السنة لا يوجد نظرية للسلطة، وما ورد في كتب مرايا الأمراء أو الأحكام السلطانية هي عبارة عن تقرير أمر واقع وتشريعات نسبت إلى الخليفة الفلاني أو إلى فلان من الناس. لكن أحيانا أشعر لدى بعض الخلفاء بعض الأئمة مواقف حذرة جدا من هذه المسائل. مثلا الطبري عندما أطلق على كتابه تاريخ الرسل والملوك، الطبري عد جميع الذين جاءوا بداية من السقيفة ملوكا ولم يرى فيهم غير ذلك. وأيضا أحيانا أجد بعض اللقطات مع محمد بن الحسن الشيباني على أن ينبغي الوقوف مليا عند مسألة الخليفة أو الذي تولى السلطة بالقسر وبالقوة، هل تجوز أحكام قضاته المواريث إلى غير ذلك، لأنها القسر غير شرعي. وهذه حدثت في التاريخ، ومن المؤسف أن الباحث في التاريخ غالبا ما يتعامل مع غالبا ما يتعامل مع ما حدث مع الواقع. شكرا فضيل الدكتور، شكرا.